السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد فتح مكة المكرمة سنة 8 هجريا، أصبحت المدينة المنورة كالشمس المشرقة، تشرق نور الإسلام في ربوع الجزيرة العربية، وأقبلت وفود العرب على المدينة المنورة من كل ناحية. وكان من بين هذه الوفود وفد نصارى نجران، والذي اجتمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة في حضرة بعض أحبار اليهود. وكان من بين اليهود حبر من أحبارهم ومن أعلم اليهود بالتوراة، وهو عبد الله بن سورية الفطيوني. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتد. لم يقبل النصارى نجران بتلك الدعوة الكاذبة، وقالوا: لا، بل كونوا نصارى تهتدوا. فنزل قول الله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.